السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا جدا. إيه هي أخطر 5 أحلام إن رأيتها في منامك لا تحكيها لأحد أبدا ولا حتى لمفسري الأحلام؟ تمام، عايزة بس أقول كلمتين في البداية كده. الرؤى نوعان، رؤية طيبة حسنة، وهذه لا يوجد بها أي مشكلة أبدا سواء حكيتها أو لم تحكيها. لكن المشكلة هنا في الرؤية السيئة، لأن تحقق الرؤية عندنا متوقف على مجرد حكايتها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤية معلقة في عرقوب طائر أو فوق جناح طائر، فإذا أولت وقعت أي تحققت. فلذلك لا نحكي الرؤية السيئة حتى لا تتحقق، لا لأحد من معارفنا ولا حتى لمفسر الأحلام. يبقى كده إيه هو صمام الأمان بالنسبة لنا؟ صمام الأمان هنا هو إننا لا نحكي الرؤية السيئة. تمام، طيب ندخل في الموضوع. أخطر 5 أحلام إيه هم؟ أول حاجة معانا هنا أن ترى الميت يأخذ أحد أفراد الأسرة ويخرج به من الدار، سواء رأيت هذه الرؤية لنفسك أو لأحد غيرك. لا نحدث بها أحد، سواء لأحد من أقاربك ولا حتى لمفسر الأحلام. إيه هي تاني حاجة؟ تاني حاجة معانا الرؤية الثانية، رؤية الطبل والرقص والمزمار. يعني رأيت نفسك ترقص، رأيت نفسك تطبل، رأيت نفسك في فرح أو في أحد الأفراح، لا تروي هذه الرؤية لأحد. والأخطر من ذلك أن ترى عرسك ولا ترى عروسك، أو ترى نفسك عروسة وليس بجوارك عريسك. من أخطر الرؤى يا حبيبي، إذا رأيتها لا تحدث بها أحدا ولا حتى مفسر الأحلام. الرؤية الثالثة هي إشعال النار في المنام، سواء رأيتها تشتعل في بيتك أو في غيرك أو في شخص أو مدينة أو ممتلكات، لا نحدث بهذه الرؤية لأحد لأنها خطيرة جدا. الرؤية الرابعة معانا هي وقوع الأسنان في المنام، أيضا لا نحدث به أحدا سواء هذه الأسنان سقطت وحدها أو أنت خلعتها. طبعا سواء رأيتها لنفسك أو لغيرك لا نحكيها أبدا لأي أحد. الرؤية الخامسة معانا أو الحلم رقم 5 أو الرمز رقم 5، ودي آخر حاجة معانا، هي لدغة الثعبان والعقرب أو العقرب في المنام، ثم لم تستطع أن تصيبه بأي أذى. أهم حاجة إن أنت ما أصبتهوش بأي أذى، أو مثلا ما عزمتش على الثعبان، المهم إن هو هرب من غير ما تصيبه بأي أذى. إياك أن تحكي هذه الرؤية لأي أحد لأنها رؤية سيئة وخطيرة جدا. طبعا كده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أتمنى بس اللي لسه ما فعلش الجرس وما اشتركش في القناة يفعله ويشترك في القناة، يضغط على زرار السبسكرايب، وياريت تعملوا لايك للفيديو. أتمنى أكون فدتكم بأي حاجة النهاردة، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.